بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا قبل كل شيء نحمد الله تعالى ونشكره أن الله تعالى بلغنا إلى شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الرحمة، ونحن الآن بهذه المناسبة نبارك لجميع المغاربة ولجميع المسلمين. نسأل الله تعالى في هذا الشهر المبارك أن يدخلهم عليهم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعلهم إن شاء الله شهرا الرحمة والمغفرة والعتق من النار إن شاء الله. لا يخفى عليك أن المسلمين كتكون عندهم هذه العمرة ديال رمضان عمرة خاصة، هي العمرة كتكون سائل السنة، ولكن هذا العمرة رمضان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرة رمضان تعدل كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن عدة مجموعات وعدة رحلات قامت بها وإلى الديار المقدسة، كانت عبر الطيران المباشر من مطار المسيرة، وكانت عبر كذلك مطار محمد الخامس. وحنا بهذه المناسبة كنشكروا السلطات المحلية والسلطات الإقليمية ومندوبية السياحة على السهر وتتبع جميع المراحل الرحلات ديال المعتمرين. جميل، إلا أننا هذا الرحلة الآن هي إن شاء الله رحلة غير مباشرة، يمشي إن شاء الله مباشرة من مطار محمد الخامس إلى مطار إلى مكة المكرمة إن شاء الله. وحنا على تتبع جميع المعتمرين كلهم الحمد لله، سواء في مكة أو في المدينة، كلهم يتمتعون بصحة جيدة، ونرسل معهم مؤطرين في المستوى من ناحية التأطير، من ناحية الإرشاد، من ناحية التوجيه، من ناحية المتابعة، فنحن دائما على تتبع في جميع المراحل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة لهذه الرحلة إن شاء الله اللي كتنطلق من مدينة إنزكان عبر الحافلة إلى مدينة الدار البيضاء. بالنسبة للانطلاقات تكون عندنا من الدار البيضاء إن شاء الله في 6:10 من مطار محمد الخامس اتجاه إلى مدينة جدة، يعني ديريكت مول الحرم، يعني غنمشيو الى مكه، يعني غنمشيو ان شاء الله نكونوا غادي في الطياره غنحرموا ان شاء الله. بالنسبه لهذا العام كاين استقبال كثير بالنسبه للشعب المغربي، يعني باش يتواكب على السعوديه بالنسبه باش يؤدي مناسك ديال العمره. والحمد لله نتمنى من الله بنادم يمشي على خير ويجي على خير، ونتمنى الله التوفيق، واللي ما سافوش لحد نتمنى السنه الجايه ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. رمضان كيكون فيها اقبال، يعني كيقول لك من اعتمر في رمضان فكتحسبوا له الله صلى الله عليه وسلم، ونتمنى من الله التوفيق ان شاء الله. الله اكبر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.